السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الثالثة على مقالة تنزا شير و ني جا. في الحلقة اللي فاتت احنا قلنا نستكشف 100% قرية كوكوريكو، طبعا منزل ما شفناهش وهو مهم جدا. نعود نرجع كوكوريكو دي. اوكي، البارتي هذي حددت مرتين دسفاري قفية وفواتهم في توني بي. هذا منزل لحددت. اول بشي عملنا سيف نورمال. غريبة بيه. دونك حلقتنا متاع اليوم هي الهدف متاعنا، دونك باش نحاولو نمشيو من لوتا بكل ونتعداو على الجسر. واحنا في رحلتنا تنمرو بعض الأشياء. نمشيو نستكشفو كالعادة كيما كل نزل دوات الكل. هذا منزلي انا. هذا المنزل متاعي انا كنا فيه. Thank you.
غارقة. محلى ما نجموش غنى ماكس كلشي 10 اغنية بركاو. Thank you.
موضوع حلو. صح صراحة لا لانسيان دي فيلاج je suis surprise d'y être qu'un jeune homme comme toi puisse chercher le pied du diable. واش موجود يعني ما يتعطاش للناس الكل كان سال اورو كوري أعطاني مهمة باش نعملها لتروام صراحة نحطو هنا ثلاث اهداف والسيف موجود غادي في الغابه الشمال دونك يزم ينقى ثلاث اهداف هذوك الخضراء والحمراء والزرقاء منوتا دونك اقرب واحده لنا هي الخضراء هذيك دونك ان شاء الله نمشيو غاديك ونكملوا حلقتنا غادي ان شاء الله دونك نوما وصلنا لنهاية حلقتنا نتاع اليوم حكاية أنا حلقة بعنوان شكون بعنوان البحث عن الرجل الشيخ العجوز الشيخ القاضي مشي أعطانا المهمة نتاع جمع ثلاثة أشياء هذوما اللي هم موجودين بالأخضر أحنا تو مش نبقاو مش نعملوها وواحدة في الشمال بالأحمر وواحدة في الجنوب بالأزرق وثم الصيف اللي احنا حشدنا به هو في الغابة مش يكون آخر إيطاب
دوك معروف الحلقه بتاع الجايه مش تكون حلقه متاع اول تومبل في زلدا. نخليكم ونقول لكم اللقاء، نتقابلوا ان شاء الله في الحلقه الجايه. باي ان شاء الله.